السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من توتال اوفر دوز. في الحلقة اللي فاتت احنا وقفنا عند ان احنا خلاص دخلنا بقى في المجال، ولكن الراجل صاحبنا ايه ما كانش راضي ان هو يساعدنا يعني. فقال لنا خش انت بقى وشوف انت عايز تعمل ايه، اتصرف انت زي ما انت ما عايز، انا مش هقول كلام حلو عنك علشان خاطر الدنيا بس تمشي كويس. فخلاص احنا عايزين نلفت الانتباه عشان برضو نجيب حق اخونا اللي حصلت له الحادثة المحترمة دي، ونكمل احنا المسيرة من بعده يعني. فعندنا مهمات كده على الخريطة، فخلينا نشوف بقى انهي مهمة اللي هندخلها وايه هي المهمة السليمة، بس نخرج بس من حارة الزبالين اللي احنا دخلنا فيها دي، اهم حاجة يعني. يعني على ما اوصل للمهمة اتأكد انت عامل لايك ومشترك في القناة وفعل التنبيهات عشان تجيلك الحلقات اللي جاية اول باول، وعلشان عايزين نكبر القناة اكتر واكتر طبعا. فخلينا نعمل الحاجات دي كلها، وانا دلوقتي خارج للمدينة، فخلي الانترو ينزل. انا دخلت المدينة على طول، فخلي الانترو ينزل دلوقتي، في مهمتين في المدينة دي، خلي بالك. يلا طيب، يعني في مهمة هيت مش بطالة، خلينا نشوف بقى الراجل دوت هيقول لنا ايه. دوب ديلرز must die. ماشي حاضر. some new مش عارف ايه in the town think they can deal dope on my turf. مش عارف ايه، لا احنا لازم نقتل التجار المخدرات اللي عايزين يعملوا مشاكل في البلد ويقطعوا على شغل الراجل. ايه ما ينفعش الكلام ده، وايه ما فيش رجاله في البلد ولا ايه؟ ايه صباح الفل، فنقتلهم يا عم وماله. طيب يلا، بس احنا معانا سلاح موت يا ريس، حسب نقول يا هادي. بس موت يا اوكي. تمام، انت معاك بندقية؟ هات لي البندقية دي. طيب في أسلحة ايه تاني؟ تعال نخش نشوف هنا كده جوه. بص بقى الهيد شوت بيها تحفة ازاي. عاش يا ولد. تن 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 تررن. ولبسنا طاقية كمان. طيب بس المشكلة ان البندقية خلصت، فماشي. شر قتلة، خدنا بلوتوف. حد تاني؟ في اتنين كمان لسه، بس لازم نطلع لهم بقى من هنا. ماشي بس فينيش، انا بس اتدمرت يعني. عاش، اول مهمة في محاولات لفت الانتباه نجحت يعني معنا. تمام، وخدنا سكور حلو كمان. ماشي اوكي. تمام، هنشوف بقى المهمة اللي بعدها، يعني المهمة اللي بعدها برضو علشان نلفت الانتباه بقى ونخش على موراليس دوت. عايزين نشوف بقى الحوار ايه يعني، ولا هنفضل كده؟ انا في شوت جان هناك كده حلو. ايه ده ايه ده ايه ده، انا ايه بص اللي انا عملته ده اسمه غباء يعني. تمام، انا استخدمت باور ما كانش المفروض ان انا استخدمها دلوقتي خالص. فماشي ومت يعني يا ليلي، تدوس تاب عشان ترجع تعيش تاني. انزل بس من العربية كده واطلع اجري. الناس الله، حلو قوي الجن ده. طيب يا الشغلانة بتاعت الناس ديت ايه، او الباور ديت ايه؟ ان انا بستخدم ناس وهميين كده علشان خاطر يقتلوا معايا الناس وبتاع والحاجات دي كلها. شات اب بقى، انا مش ناقصين. طيب هات لي المهمة النجمة دي. يا ايه هنلف وراكي؟
أو نزل نحس. طيب فين فين المهم؟ طيب ادي راجل تاني في مهمة هو عايز، فخلينا نشوف كده المهمة هتكون ايه. اوه ده ظابط، اهلين. اولا you are Cruz. Officer Menendez spoke of you. The Proto sellers on the corner is hiding drugs. مش برضو حوارات مخدرات وبتاع وكده، واظن برضو ان البيج بوس اللي احنا عايزين نقتله دوت ايه بتاع مخدرات برضو، فخلينا نشوف برضو المهمة دي هتمشي ازاي. قنابل، ساتر يا رب. لا يا عم هات لي ال هات لي ده حلو ده. والدنيا كده عند الناس دي مع السلامة. عربية أكل مخبيين فيها مخدرات، ننظر. آخد بقى أنا المخدرات بتاعتهم دي. نايس. Where are you guys؟ يلا رجالة. ايوه انا عايز البندقية دي. نرجع بقى للراجل بتاعنا تاني. تهالي كده لفتنا الانتباه. حلو صح؟ عاش، خلصنا مهمة كمان، خلصنا مهمة كمان. بتهيألي بقى هننتقل بقى، يعني هنروح مكان تاني، مدينة تانية ولا حاجة. ما هو مهمتين في المدينة دي. المدينة الصناعية في العاصمة الإدارية. حلو ده، حلو الهيفي جن ده، خد يا. خلينا نرجع تاني بقى نشوف بقى كام مهمة هنلعبها في الأرض دي. الصوت ده مش كويس، الصوت اللي سمعته ده مش كويس. ماشي انا بس كنت عايز اخد 3000 بوينت. خش كده في منطقة الشاحنات قبل ما نروح شارع الكنيسة، في مهمة هنا. seems like a good mission. فين يا عم؟ تعالى لي بقى. ايه المهمة بتقول ايه؟ المهمة بتقول ايه؟ مهمات كده كتير ورا بعضها، تك تك تك، علشان بس نظبط. اوبا So this is the man I keep hearing about, huh? I will shake your hand, but mine is covered in blood. I'm a vegetarian. اصلا the funny Americano. But us Mexicano boys are not impressed with talk, only action. You really want to prove yourself to me? I guess. I got nothing better to do. Okay. You see, gringo, to a Mexicano, honor is everything. Now I hear about the Virgilios coming into town from their farms, cheating at cards, behaving like beasts. I need to restore my honor. So I got a job for you. ماشي. My beautiful chauffeur Angel will drop you off at the farm where you have two goals. First, you will need to smash the fertilizer container and destroy everything you can. ماشي. Secondly, steal the Virgilio's beloved car.
and bring it back to me. Comprendis? Comprendis. Comprehendis. Better get some wheels, bro. It's quite a walk. Hey, pig face. It's time to go to pig heaven. Hush. في حد تاني هنا؟ هات لي بالمسدس ده. نكمل القرية. شايفني انا وانا بكروز هيلت في المكسيك يا عايز البندقية دي والمسدسات دي. انا اكتشفت ان انا معيش اسلحة خالص. جرار ماشي. رود ادمر دي. انا اتأذيت من الانفجار ده. اللي جنب دي خد البندوية دي. لا 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 استنى انت مستخبي يا مستخبي. يلا مني يلا يلا ده انا جامد يلا. مشكلة بس دلوقتي ان انا يعني ايه هموت يعني. بس انا اي طلقة هتخليني اموت دلوقتي. تمام طيب. المصلحة الوحيدة بس اللي انا خدتها من الطلوع هنا اني عملت اسمه ايه ده خدت الهيلث اللي فوق دي. اوه يا في ناس تحت. معلش كده ناس تمام.
Bullseye. Bullseye. طب بس البندقية اللي معاك دي بس يا عم، انت بتلعب بالقصافة دي ليه؟ لا 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 الله، هات لي الديناميت ده كمان بينفع. فين الناس؟ فين الخزن؟ فين الرزم؟ هنا في سلاح. في ريوايند. طيب حلو، الريوايند دي برضو بتنفع. سامع صوت ناس. هات لي دي برضو. عش نايس. انت يا عم انت معاك حته بندقيه قد بس. نايس. فين بقى ده؟ انا عايز اعرف بس فين الشبح اللي عمال يضرب ده. انت من غير طلقة، من غير طلقة، ما مش هنستهبل معاه. يالا بتضربني بالفاس، يالا بتضربني بالفاس ياد يا ابن ال... يا لهوي على الغل يا جدعان. ماشي، بس انا برضو اكتشفت كده ان انا ما فيش اي حاجة تانية اعملها يعني. يعني انا قتلت بس الناس دي وخلاص. الراجل ده عنده ناس كتير قوي. بسرعه بقى كده، لازم اروح بقى للكونتينر اللي هناك او التلاجة اللي هناك دي. موت يا علي. عايش. طيب حلو كده، احنا طبعا مش عارفين نطلع بقى نخش البتاع بس. في بص في خيط اهو، طبعا في واحد فوق كمان، فمش ممكن نطلع بقى باستخدام هذا الحبل. عمر دي كده، ساكش اللي فوق بس دوت ما يعملناش مشاكل. بس يبقى دي تعالى يا ريس. يا لهوي، مولوتوف مولوتوف يا ابن الكلب.
فين التاني اللي بيضرب ده؟ انا ليه مصمم ان انا اقتلهم كلهم؟ طب يا عم انطلق وخلاص. شتيف ايه ده انت صعب ولا ايه؟ صعب تتدمر؟ طب انا كان معايا ايون. مش هينفع شغل القنابل والحوارات دي. طب خلينا نخش جوه كده ممكن نعمل ايه جوه؟ بس لو قعدت اضرب فيك اللي بال عربية. موت يالا موت يالا. هاتلي بقى العربية ديت نخبطها في ال عاش عاش تشاو كده دمرنا له خط تاني. بيجيبوا التراكات دي منين يا جماعة؟ مين اللي ضرب ده؟ نروح للتلاجة التانية دي بس انا كده طلعنا بره ملهاش سكة من بره. خش يا عم وخلاص. في رواين داية بس مش عايزها دلوقتي. انا لسه لحد دلوقتي مقمتش ولا موتة يعني. عاش تلاتة. الخط التالت واخد درع طبعا. ماشي باس لاس اميغوس. هذا في ناس كتير
انا بقى بقتلهم عشان الهيلث ولا بقتلهم عشان ايه بالظبط؟ موت يا دي بقى لازم ندخل لها بقى ايه دست كل تراب هو بيقول له كده عاش. بص دي بقى اللي اسمها ايه perfectionism مين اللي بيضرب اهو يا عم لوكو لوكو موب هخش ده ازاي بقى مفيش حبل فوق طيب اجري كده بقى 12 كومبو كومبو كيل فوق من كل الجوانب عشان نط من فوق seems like not مستخبي هنا خلاص انا هروح يعني اللي هناك كده ازاي ان شاء الله يعني طيب واضح ان احنا لازم نلف كده عمالين نلف حوالين بعض على فكرة ف هنعرف بقى هي فين ولا مش هنعرف في الآخر اهو الراجل مخبي ال يلا انا لو خلصت الاسلحة بتاعتي كلها عليها مش طب انا لو طلعت على البرج ده هيحصل حاجة هنطلع ونجرب اصلا اللي بعمله دوت ما بيأثرش ما ينفعش طب ما ندخلها ازاي بقى اقف كده تاني شوف الرسالة دي بتقول ايه must be another way هو بيقول لك ايه اكيد في طريق تاني طب فين هو الطريق التاني ما نعرفش بقى فانت دور عليه بقى. طيب طيب خليني بقى اعمل حركة كده الا وهي ايه نرجع من حيث كنا مش عارف الفراخ دي بتستفزني ليه يعني ما تليش حاجة هبص بس من فوق كده نشوف الوضع ازاي روح لهناك
البتاع ده ما يتحركش كده، ما يتحركش. هنا بقى كلهم اه طلع في باب. مساء الخير. هموت ولا ايه؟ هموت ولا ايه؟ الله يخرب بيت ال... معلش احب الفراخ بشوية. ايوه تعالى. سبايسي موف. عاش. ايوه كده. خلصت على الخط الثاني ده. لاست بوش. اطلع تاني. فاجئتك ها؟ يا لهوي تنب شطور يا نيل. هتقع 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 هتقع. هما ما كتبوش لما قالوا ايديت في الاول، هما قالوا ده راجل متخلف. 21,000 بوينت. مهمة كانت يعني ايه، عارف انت مثمرة كده، بتدخلنا في عالم الجريمة بسرعة. ايه ده؟ اه ده لسه في العربية. اوكي حاجة جوه.
امال انا هعدلكوا ازاي؟ Get ready to meet your maker, dog breath. ايه ده ايه ده ايه ده يا ست؟ ليه كده؟ ليه كده؟ طيب Everybody be cool. This is a robbery. A robbery. Just give me the car keys and no one gets hurt. Okay, I guess not. So much for Mexican hospital. ايه ده ايه ده ايه ده؟ الراجل ده ضخم كده ليه؟ ما تموت يلا. If you marry your sister, are you your own kid's uncle? I can't work it out. موت يلا. You should have stayed home on your tractor. You're just pissed off because of your shotgun wedding. To Yo. Your sister. You smelled bad even before you died. Ash. خدنا المفاتيح. على الجراج بقى. مفيش اي ده هيلث. ايوه كده. لا لا بس ما افتح الباب. You're such a spoil sport sometimes. كمان خد يا باشا عربيتك اهي. اكسلنت بريليو يا ابن يا ابن العبيط يا ابن العبيط. ليه كده؟ I'm so glad I risked my ass for that car. You need to learn the language of the streets before playing with the big boys. حلوه الجمله دي. نايس ميشن، خلصنا المهمة التانية. يخرب بيت كده، بس كانت طويلة شوية. احنا شكلنا هنعاني في ال في الزلورة لورا في اللورا. ماشي طيب، بما ان احنا خلاص خلصنا فاشوفك بقى الحلقة الجاية. فاتأكد انت عامل لايك ومشترك في القناة وفعل التنبيهات عشان تتابع الحلقات الجاية. واللي بقول وخلينا بقى نشوف هنعمل ايه في ال في الميشن اللي عليها الدور. يلا اشوفك على خير، سلام.